السلام عليكم. عندما قال نيتشه أن دوستويفسكي هو السيكولوجي الوحيد الذي تعلمت منه شيئا، لم ينتقص ذلك من قيمة نيتشه أبدا، بل على العكس. لكن سنعرف في هذه الحلقة أن هناك من تنكر لسيكولوجية نيتشه وهو فرويد. سنرى أن نيتشه هو المؤسس الحقيقي لمدرسة التحليل النفسي. سنعرف أنه أستاذ فرويد رغم إنكاره أو محاولة التقليل من أثر نيتشه عليه، وأستاذ أدلر وأستاذ يونغ رغم اعترافهم. طبعا نبدي مع فرويد. فرويد يقول في سيرته الذاتية اللي نشرت سنة 1925، يقول: أما نيتشه الذي كثيرا ما تتطابق مشاعره ونظراته بصورة مذهلة مع النتائج المضنية للتحليل النفسي، فقد تجنبته طويلا ولم يكن يرجع إلى السبق أو الأولوية بقدر ما كان يرجع إلى حرصي على المحافظة على حريتي. والحقيقة هذا كلام غير مفهوم، غير مفهوم، لأنه يعني أنت مؤكد أنه طلعت على أفكار نيتشه، ثم من بعد ذلك تقول أنه أنا لا أريد أن أقرأ نيتشه، كيف عرفت أن أفكاره يعني هي ستؤثر على حريتك؟ كلام يعني بصراحة غير مفهوم وفيه الكثير من الغموض. مع ذلك يكفي أن نشير تأكيد لهذه العلاقة بين نيتشه وفرويد، تأثير نيتشه على فرويد اللي حاول فرويد أن ينفيها أو يقلل من تأثيرها. نشير إلى أن مؤرخ حياة فرويد أرنست جونز، هذا الشخص اللي كتب حياة فرويد، يذكر في إحدى المرات أن فرويد في أحد الخطابات سنة 1900 بالضبط يقرر فيه أنه في هذا الخطاب اللي يبعثه أنه مشغول بقراءة نيتشه. وإحنا نعرف أن فرويد هو قارئ جيد جدا لكل شيء، بالتالي هاي فد شيء يثبت أنه هو مطلع على أفكار نيتشه. الأمر الثاني أنه المرأة اللي كان يحبها نيتشه لوسالومي حضرت مؤتمر التحليل النفسي الثالث اللي انعقد سنة 1911، والمعروف أنه هي انضمت إلى مدرسة فرويد واللي كان يعتبرها أحد تلامذته. حاولت هذه المرأة في مذكراتها اللي كتبتها بعنوان من مدرسة فرويد أن تربط بين نظريات التحليل النفسي وبين التعبيرات النفسية عند الفيلسوف نيتشه. هناك، وهاي هي الأكبر، هي الطامة الكبرى، رسائل متبادلة بين فرويد وبين أحد الرواة اللي هو أرنولد سفانج. في سنة 1927 امتدت إلى سنة 1939 مراسلات كثيرة بيناتهم. أخبرت سفانج، أخبر فرويد أنه ينوي أن يضع كتاب أو رواية طويلة عن نيتشه، ثم أرسل إلى فرويد سنة 1930 خطاب يمدح فيه فرويد مدح يعني إلى درجة جدا كبيرة. يقول له فيها أنه يعني أي فرويد حقق كعالم نفس تلك الرسالة التي شعر نيتشه أنه الملهم وأنه مكلف بإدائها، وأن نيتشه قد عجز عن تحويل رؤاه الشعرية إلى حقائق علمية، بالتالي أنت استطعت يا فرويد أن تعمل هذا الشيء. فأخذ هذا الروائي يعدد إنجازات فرويد اللي سبق إلها الفيلسوف نيتشه، وهي كلها لم يكن مؤكد أنه فرويد راضي عن هذه الرسالة. فيقول له من ضمن رسالة: حاول نيتشه أن يصور ميلاد التراجيديا، وأنت يا فرويد فعلت هذا في كتابك عن التوتم والمحرم. عبر نيتشه عن شوقه إلى عالم يقع وراء الخير والشر، وأنت يا فرويد استطعت أن تبحث ذلك عن طريق التحليل النفسي، أن تكشف عن مملكة تنطبق عليها عبارات نيتشه. وكما فعل نيتشه في قلب القيم وتجاوز المسيحية، أنت أيضا قمت بقلب القيم وقمت بتجاوز المسيحية وصغت خصم المسيح الحقيقي. وكما تحرر نيتشه، أنت أيضا تحررت من الزهد، كما حاول نيتشه أن يلغي الزهد من هذه الحياة، أنت أيضا شطبت هذا الزهد من الحياة اللي كنت تعتبره المثل الأعلى.
كذلك أنت استطعت كما نيتشه أن ترد إرادة القوة إلى الإنسان الذي تقوم عليه تلك الإرادة. وكما نيتشه استطعت أيضا أن تتناول بعض المشكلات الجزئية التي اهتم بها الفيلسوف نيتشه عن الأصل اللغوي للمفاهيم الأخلاقية في كتاب أصل الأخلاق، فتطرقت إلى مشكلات أعظم وأهم، أهم من الكلام والإفصاح والربط بين الأفكار وتبليغها، وتوصلت أنت يا فرويد إلى حلها. أما الروح المنطقية أو السقراطية اللي رفضها نيتش، أيضا أنت قصرتها على مجالات الوعي فقط، ووضعتها في حدودها بصورة أدق. وبما أنك باحث طبيعي وعالم نفسي تتقدم بالبحث خطوة خطوة، فقد أتممت ما تمنى نيتشه أن يتمه، ألا وهو الوصف العلمي للنفس البشرية وجعلها مفهومة. بل إنك يا فرويد زادت على ذلك بحكم كونك طبيب، إنه أنت وضعت أو وجدت العلاج لأمراض النفس البشرية. فكما إنه فيلسوف المطرقة استطاع أن يحدد منهج، أنت فقت في هذا البحث السايكولوجي بأسلوب موضوعي خالص عن أمور مثلا الدوافع العرفية والدينوزية، واكتشاف تأثيرها وفعلها على كل فرد من أفراد المجتمع البشري. هاي الرسالة اللي هو يمدح بها فرويد مدح يعني كبير جدا، تصور ما هو كان رد فعل فرويد على تلك الرسالة؟ أبدا لم يكن راضي عنها، وينصح الروائي أنه يعدل عن فكرته بتأليف كتاب أو رواية عن نيتشه. بل أنه فرويد في خطابات لاحقة سيقول أننا لا نعرف إلا القليل عن تكوين نيتشه الجنسي، وهذا القليل لا يساعدنا على تطبيق أدوات التحليل النفسي لإلقاء الضوء على حياته وعلى قدره. الحقيقة أنه تأثير نيتش، أي إنسان مطلع بسيط على فلسفة نيتش وعلى التحليل النفسي سيرى أنه تأثير نيتش يتغلغل في مدرسة التحليل النفسي بكاملها. مجرد أن تعقد مقارنة بين نصوص الفيلسوف نيتش وبين مدرسة التحليل كتب فرويد، ستجد مقارنة بيناتهم إلى درجة جدا كبيرة. ستجد أن فرويد ونيتش يشتركون في مثلا الاعتقاد بأن كل تفكير الإنسان، كل أفعال الإنسان، كل أشكال التعبير عن حياة البشرية عند الفرد أو عند الجماعة هي ظواهر معبرة عن عمق باطن، وأن اللاوعي هو الذي يقوم بذلك الدور الأكبر وليس الوعي. اللاوعي هو الذي يقوم بذلك الدور الأكبر وليس الوعي. أيضا تكون السيطرة لتلك الدوافع التي تأتي من مناطق لا واعية في النفس البشرية أقوى وأكبر من الوظيفة العقلية. سنكتشف أيضا جوانب أكبر من شخصية الإنسان اللي يحاول بطبيعته أن يستر على تلك القوى الخفية في أقنعة من كل نوع، ويتم اكتشاف ذلك التستر أو سيزول ذلك التستر عن طريق الأحلام ولو حسب نظرية فرويد. لهذا يؤكد نيتشه في مواضع كثيرة من نصوصه ومن كتاباته أننا نستطيع أن نستخلص من التعبيرات الإنفعالية لأي إنسان عند غضبه مثلا ما يفوق في حقيقته كل ما يمكن أن نستخلصه من هذا الإنسان وهو في حالة عقلية، لأن العقل هذا العقل اللي يعتمد دائما على الوزن والقياس والحساب والتخطيط. فرويد نفسيته ونعتبرها زلة لسان أو كذا، اعترف بأنه كتابات نيتشه تنطوي على نظريات حدسية. هو يقول كتابات نيتشه تنطوي على نظرات حدسية ممكن أن نجدها في كثير من الأحيان متطابقة مع نتائج التجربة أو النتائج التجريبية لنظرية التحليل النفسي. والواقع أنه هذه كتابات الفيلسوف نيتشه هي متناثرة في معظم كتبه، فيها مفاهيم وأفكار لا شك أنه بها أهمية وقيمة كبيرة تحليلية ونفسية. كثير من المصطلحات الموجودة بنظرية التحليل النفسي موجودة عند نيتشه،
بذور نمت بها هاي المصطلحات اللي استقرت فيما بعد في نظرية التحليل النفسي، مثل مصطلح الهوى أو الغرائز المذكور أكثر من مرة في روايته الفلسفية هكذا تكلم زرادشت. مع ذلك تبقى النظرات الحدسية كما وصفها فرويد هي الأجدر بالاهتمام، لأنه مؤكد أنه أثرت على تفكير فرويد أيما تأثير، ولم يستطيع حتى أن يتنكر له. مصطلحات كثيرة ذكرها الفيلسوف نيتش موجودة في نظرية التحليل النفسي، مثل التصور الدينامي للنفس مع تصورات أخرى مرتبطة به، على سبيل المثال مثل الطاقة النفسية، مثل مقادير الطاقة الكامنة أو الطاقة المعوقة، تحويل الطاقة من دافع إلى دافع، كلها مذكورة عند الفيلسوف نيتش. تصور أن النفس عبارة عن نظام أو عبارة عن نسق من الدوافع، هاي دوافع يمكن أن تصادم مع بعضها، تصارع، تندمج، تذوب مع بعضها البعض، كلها مذكورة عند الفيلسوف نيتش. أيضا الفيلسوف نيتش قدر أهمية الدافع الجنسي، مع أنه الفيلسوف نيتش لم يجعل هذا الدافع الجنسي في المقام الأول كما فعل فرويد بالضبط قبل أن يتكلم عن غريزة الموت في كتاباته المتأخرة. مع ذلك الفيلسوف نيتش عد الدافع الجنسي يأتي بعد دافع العدوان والعدم. عمليات كثيرة سماها فرويد آليات الدفاع، وبخاصة مثل عمليات الإعلاء، التعويض، التعجيل، التعويق اللي موجودة عند الذات حتى تحمي نفسها من الهو، اللي يسميها فرويد عمليات الكبت، كلها موجودة وذكرها الفيلسوف نيتش. اتجاه الدوافع وجهة مضادة للذات نفسها أيضا موجودة عند الفيلسوف نيتش. كذلك نجد كثير من الأفكار المهمة بالضمنة في نصوص كتب الفيلسوف نيتش، مثل صورة الأب والأم، مثل أوصافه للإحساس بالحقد، مثل الضمير الكاذب، مثل الأخلاق الفاسدة، كلها سبقت أوصاف فرويد للإحساسات العصابية بالذنب، كما أيضا سبق في وصفه للأنا الأعلى للضمير. ما أريد أن أدخل به أكثر من اللازم. أيضا ممكن أن نجد أن كتاب فرويد قلق في الحضارة يكاد يكون موازي لكتاب نيتشه أصل الأخلاق بشكل موازي دقيق. الفرق اللي بيناتهم فقط أنه فرويد اهتم بالتطور اللي يبدأ من الماضي، بينما كان نيتشه يطلع إلى المستقبل. هذا فيما يخص فرويد. أما عن عالم النفس الآخر اللي هو ألفريد أدلر، هذا مؤسس علم النفس الفردي، مذهب أدلر هو بالضبط صورة نفسية بالضبط من فلسفة نيتشه. هذا العالم النفسي أدلر عد أفكار وقضايا في مذهب الفلسفي قريبة جدا من أفكار نيتش. اعتبر عالم النفس أدلر أن الشعور بالنقص من أهم حقائق الحياة النفسية. يذهب إلى حد القول بأن الإنسان الكائن يسعى دائما بشكل دائم إلى إكمال شخصيته، وذلك بفضل أنه هذا الإنسان دائما يشعر بالنقص ودائما يشعر بضآلة قيمته. فإذا عاق هذا السعي للإنسان من أجل الكمال عائق وحيل بين هذا الإنسان وبين الطموح إلى القوة وإثبات الذات، ستظهر على هذا الإنسان أعراض المرض العصابي. هاي العبارات السابقة موجودة بالضبط في فلسفة نيتش، متقاربة جدا مع مذهب أدلر، اللي حركة الطموح إلى القوة عند أدلر، واللي موجود إرادة القوة عند الفيلسوف نيتش. أدلر عنده كتاب عن الشخصية العصابية تقريبا سنة 1911 ألفه، يوافق على أن إرادة القوة الموجودة عند نيتش تصلح للتعبير عن مسعى، وأن هاي الفكرة يندرج تحتها الليبيدو، الدافع الجنسي، الميل للانحراف، أيا كان مصدرها جميعا. يقول أدلر أن إرادة القوة عند الفيلسوف نيتش تنطوي على جوانب كثيرة في رأيه. أدلر يقول: إذا ذكرت اسم نيتش فقد كشفت عن أحد الأعمدة الشامخة التي يقوم عليها علمنا أو فننا. إرادة القوة عند نيتش بها اختلاف قليل عن الطموح إلى القوة عند أدلر. عند أدلر في نظريته عن العصاب تختلف بشيء بسيط عن إرادة القوة. فبينما يعتبر الفيلسوف نيتش فكرته عن إرادة القوة يعبر عن إنسانية أعلى
يجعل من عندها وسيلة حتى يتخطى بها هاي الإنسانية الحاضرة، أنه أدلر يعتبر بالضبط هاي الفكرة نفسها وموقف نيتشه بأكمله هو عبارة عن تعبير عن اليأس، عن القلق، وعن نزعة التعويض اللي تدفع بصاحبها إلى السيطرة على الآخرين وإثبات القوة بالعنوة بالغلبة عليهم. هذا بالنسبة للعالم الثاني بعد فرويد. أدلر، نأتي إلى العالم الثالث اللي هو يونغ، كارل يونغ. في أحد الرسائل اللي كتبها قبل وفاته بشهور قليلة، كتبها إلى أحد رجال الدين، يقول: أمضيت شبابي في المدينة التي كان يعيش فيها نيتشه فترة من حياته واللي كان يدرس بها اللغات القديمة. نشبت وعشت في ذلك الجو والذي لا يزال يرتجف من سطوة مذهب نيتشه، على الرغم من أنه هجماته كانت تلقى مقاومة شديدة. أنا شخصيا لم أستطيع أن أتجنب الأثر الذي أحدثه إلهامه الأصلي على نفسي وشدني إلى نيتشه بالقوة، فقد كان هذا الرجل يتميز بالإخلاص والصدق. مع ذلك أن الأمر اللي أثر فيه أكثر شيء في نيتشه هو كتابه عن زرادشت، وأيضا نقد للدين. استطاعت فلسفة وأحكام نيتشه سيكولوجيا أن تعطيني بصيرة عميقة بما يمكن أن يحققه علم النفس. كان الفيلسوف نيتشه بالنسبة لي هو الإنسان الوحيد الذي قدم لي في هذا العصر إجابات كافية عن بعض الأسئلة والمشكلات الملحة التي كنت أشعر بها أكثر مما أفكر فيها. وهنا يونغ درس حالة من حالات الكريبتوم من نيرفا اللي هي يسموها التخاطر أو التذكر الخفي اللاشعوري اللي صادفها، صادف وجودها عند الفيلسوف نيتشه، وحاول أن يتحسس طريقة إلى اللاوعي اللي وقع نيتشه تحت تأثيره. نيتشه عند كتابته لروايته الفلسفية زرادشت يعتبر عالم النفس يونغ أنه تطرق به أكثر من مرة إلى الوعي وإلى اللاوعي، فيقول أنه هذه الاهتزازات الراجفة العميقة، يتحدث عن الوعي، هذه الاهتزازات الراجفة العميقة للمشاعر وهي التي تتخطى مجال الوعي وتتجاوزه، هي القوة التي أظهرت للنور أقصى التداعيات تطرفا وخفاء، يقصد اللاوعي. يزيد يقول: اقتصر الوعي على القيام بدور العبد الخادم لشيطان اللاوعي، شيطان اللاوعي اللي طغى على الوعي وراح يغمره بالخواطر الغريبة. وما من أحد استطاع أبدا أن يصف حالة الوعي بمركب لاوعي أو بمركب لاواعي غير الفيلسوف نيتشه. وهنا يونغ يتابع كتاب الفيلسوف نيتشه ميلاد المأساة من روح الموسيقى، بخاصة عن إحدى الشخصيات الآلهة الإغريقية اللي هو ديونيسوس، هذا إله الخمر عند الإغريق القدماء وملهم طقوس الابتهاج وملهم النشوة، مع إشارة صريحة إلى أنه نيتشه في هذا الكتاب ميلاد التراجيديا أو المأساة يكتب رسالة يونغ إلى فرويد سنة 1909 تقريبا، يقول له: يبدو أن نيتشه قد أحس بهذا إحساسا قويا، ويخيل إلي أن الدينوزي كان يمثل موجة ارتداد جنسية لم تقدر قيمتها التاريخية أبدا، وقد تدفقت بعض عناصرها إلى المسيحية وأن طبقت بشكل معتدل وتصالحي. هذا التأثير من الفيلسوف نيتشه للعالم أدلر بشخصية نيتشه، بنمط حياة نيتشه، بتفكيره، بأحلامه، برؤى، ممكن أن تجدها في معظم كتابات يونغ من بدايته إلى نهايته. يقول العالم يونغ أنه قد بدأ حياته طبيب نفسي وعقلي، ولكن نيتشه هو الذي أعده إعدادا لعلم النفس الحديث. كيف؟ عن طريق أمرين. عنده كتاب اسمه الأنماط النفسية يتحدث به عن شخصية نيتشه، يعتبره كمثل أعلى، يتحدث عن نوع من الوعي اللي يحاول بكل جهده أن يسيطر على الدوافع اللاواعية عنده. وكأنه نيتشه هنا يذكر، يعني يذكر هذا العالم بالتقابل الأساسي بكتابه ميلاد المأساة أو ميلاد التراجيديا
اللي عبر بيناتشا في هذا كتاب عن تضاد بين آلهتين من آلهة الإغريق اللي هم ديونيسيوس إله الخمر عند الإغريق وأبولو، أبولو إله الشعر والموسيقى، بالضبط في كتاب ميلاد التراجيديا من روح الموسيقى. ثم يتطرق هذا العالم إلى نقد آلية الدوافع الكاملة وراء هذا التضاد بين هؤلاء الأرباب الاثنين المتضادين. يقول: لقد اقترب نيتش من الواقع إلى الحد الذي جعل التجربة الدينوسية المتأخرة أشبه بنتيجة ضرورية لا مفر منها أبدا. أما هجوم الفيلسوف نيتش يتكلم يونغ عن في ميلاد التراجيديا على سقراط فهو هجوم على هذا العقلاني العاجز عن الإحساس بالنشوة والتوهج الدينوزي. الدينوزي هنا اللي يقصد به هو العقل الواعي، وراح نشوف أنه الأبولو هو العقل اللاواعي. فاللي يصفه بالدينوزي هو الشعور المتجه إلى الموضوعات الخارجية، يعني العقل الواعي في كتابه. هاي تظهر هذه الحالة تأثيرات أو انفعالات دافعية قاهرة عمياء تعبر عن نفسها في صور جسدية عنيفة، بالعكس من عندها أبولو اللي يسميه نيتشه بالأبولوني، هو تعبير عن إدراك الصور الباطنية داخل النفس البشرية للجمال، للحب، للمشاعر المعتدلة، للأشياء الداخلية فقط. تبرز هاي الطبيعة الأبولونية إذا قارناها بالأحلام مثلا على سبيل المثال، فهي حالة استبطان متجهة لمن؟ متجهة للباطن، على العكس من الدينوزية المتجهة إلى الوعي، غنية بالأفكار وبالمثل الأبدية. يعني بالنهاية هاي الحالة الأبولونية هي تعبير عن حالة الانطواء نفسها اللي يعيشها الفيلسوف نيتش حسب كارل يونغ. فعندما يحلل يونغ شخصية نيتش يقوم بتحليل هاي الشخصية فيقول أنه شخصية نيتش تجمع بين الحالتين الدينوزية والأبولو، تجمع بين الوظيفة النفسية للحدث من ناحية، ومن ناحية ثانية تجمع بين الإحساس والدافع من ناحية أخرى. فنيتش يمثل النمط الحدسي أو الوجداني اللي يميل للانطواء، مع ذلك هاي النزعة الانطوائية الموجودة عند الفيلسوف نيتش تخالطها نزعة عقلية ونقدية حادة. لكن بالنتيجة بالنهاية تبقى الغلبة لمن؟ الغلبة للنمط الحدسي المنطوي داخل نيتش اللي يفتقر للتنسيق العقلي فقط لا واعي. مع ذلك هذا النمط اللي يعيشه الفيلسوف نيتش يميل إلى أدراك الخارج عن طريق من؟ من منظور باطني، ولو حتى على حساب الواقع. ظل يقول يونغ، ظل نيتش طوال حياته تحت تأثير هذا العقل الدينوزي اللاواعي الباطني. لم يبلغ نيتش أبدا، لم يصل إلى سطح الوعي إلا بعد أن تفجر مرضه الأخير، وبعد أن استسلم للغيبوبة العقلية الطويلة واللي انتهت بموته. ولم تظهر قبل ذلك إلا في مواضيع عديدة على هيئة رموز وإشارات شبقية. أما الأمر الثاني اللي يتأثر به يونغ بشخصية نيتش، يضرب مثل بالنصوص موجودة عند يونغ، نصوص يتحدث بها عن القدر الألماني والمحنة اللي عاشوها الألمان في حربين، وعايشوا العالم بأكمل حربين عالميتين. في كتاب عن الأنماط النفسية إشارات يفهم منها يتكلم، يقول أنه إزرادشت نيتش ألقى الضوء على تلك المضمونات من الوعي اللاجمعي. إحنا نعرف كل زين أنه كارل يونغ هو يتحدث عن الوعي الجمعي على العكس من فرويد اللي يتحدث عن الوعي الفردي. فيقول أنه إزرادشت تتحدث عن الوعي اللاجمعي اللي مرتبط بظهور الإنسان القبيح، ويتحدث أيضا عن المأساة اللاشعورية الفاجعة التي ستحدث اللي عبر عنها هذا النبي الضد اللي هو زرادشت. ويذكر اقتباس زرادشت اللي يقول: ويل لهذه المدينة العظيمة، وأنا الذي تمنيت أن أشاهد أعمدة النار التي تحترق فيها، لأن هذه الأعمدة النارية يجب أن تسبق ظهور العظيم، ومع ذلك فلهذا أوانه وقدره الخاص. انتهت هذه الحلقة، وشكرا لكم.